اهلا بكم مجددا مشاهدينا. اذا وصلنا لفقره بيتشيتشي والبالون. بيتشيتشي وبلال، مرحبا بكم بلال. بيتشيتشي بيتشيتشي مرحبا بك. السلام عليكم. فضيل حبيبي. السلام عليكم. مرحبا بك. السلام عليكم. واش راكم؟ صافا؟ لاباس. مرحبا بك فضيل. شيخ مرحبا بك. صافا؟ بيتشيتشي واش راك؟ واش ما شفتوش ولا زعما تلعب؟ بيتشيتشي واش راك؟ ما هوش يهضر عبك، عنده يومين ما هضرش. ربي بلا لسان عنده دي جور ما هضرش. ما عطيتلوش ياكل ولا وشنو؟ ماشي ما عطيتلوش ياكل، ما بايش ما على بايش عليه. سقسيتو قلت له واش كاين، احكي لي انا صاحبك. والو ما جاب لي ربي، ماهوش خالص كاين اللي جوا. لا لا ما زوجوش. يا شغل بلال معليش، خلي ان شاء الله ان شاء الله لا فيديو تاع الدوش على بالي. وشنو اللي مقلقو؟ مازالو زعفان عليه. جات صار علي عاود فيها. هو راه زعفان عليها. جات وجد زعما واش نجبد؟ جات البريه هذيك. اي عنده بريه حبي يقراها لك. رحبنا بلي زنجيتي برك. قرا لنا بلي زنجيتي. شكون؟ هاوليك سي عبد القادر عمران. اوه عبد القادر كنا. الله يسلمك. انا كنت مقلق تاع كيش تصودي البوط صرحت ولا. الله يسلمك. صافا شريكي. صافا لي الزوم. الحمد لله وانت؟ راك مليح. والله رضيان. والله رضيان يا خويا راك حطه. زين انا حطت سنانه تجر انا ماشي حطها. نو قال لك اليوم راك حطها. خسر عليك، انا كل يوم حطها. الله يبارك سلمك شريكي. مع الرسيكا تاع قلبه ربح حتى تطلع. نسوني نسوني قعدت جات. ما كاين حتى كرافطه اليوم راك تسلم تدوش انت كرزه تاع حمراء تقنجه حمراء. عطيني الكرسي هذا الحمر يريح فيه. علاش؟ شوني عصرتي. اسمع لو كان جا الحمر سداد ما يسدغوش ديال التروطوار. ليا حي صاي سي بون. سيده وحطها وكذا. قالوا لي دير كارديان ليه؟ شويه. كش ما يصير نسني وعند الشيخ ولا. يا شي تشد. اه وي تشد. كثير وجاي. اسمع طارق صاحبي. ما يقصرني واش طارق تويز واش؟ تحوس ما نهضرش. تحوس ما نهضرش انا. والله ديجا عندي ضريه ليك. اه يا ترى جيب لنا ضريه هذه. وين راهي؟ عندك وين راهي؟ استنى تشوف. بون. اقرا راه. بون فيها 4 كيلو خرشف، 2 كيلو بطاطا. هذه هديله هي نعت الدادايل، هي نعاود تقلد عاود تقلد واش نقلب؟ وين اللور اللور؟ نعت الدادايل، صنع خرشف بطاطا. بعثوك تقضي؟ تعطوني مرتي تعدت لي. تجي تاكل خرشف تحط 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 شحال تحط الخرشف. سي فرصة راك زعفان. هيا صح روح قرا لهم البريه هذه تاعك باسكو كتيبتك ما فهمهاش. شنو انت هذه؟ نو ما فهمتش كتيبه. روح دوك انا نقرا. روح اقرا. يا سيدي المدير انا لي زوندر كنت ما تعرفنيش. بصح لي من هذا المدير؟ شكون المدير هذا؟ المدير تاع الجزائر تيزي. اها خليني نضد راسي خليني نهضر ما تقطعنيش. هي روح صح كمل. يا سيدي المدير انا لي زوندر كنت ما تعرفنيش. اها كدلوا عليا هادي. كدلوا صح. اه زيد خداني نتاعك داروا ديال هدا داروا لي زيدي يوس التلفزيون ندوش وانا عريان. صح تسمعني. خداني نتاعك نيت عشروش. ايه كمل. والشعب الجزائري قاشاشني والولاد رايح رشودية وانا طايح لهم خشين. اه زيد لا لا يا سيدي المدير تيتي راه يقول لك جدي نيسيون. لا لا خليني كنن. لا هذه ما حشيق في الهالك. تيتي يقول لك جدي نيسيون ونكن لك قاعد تحللني وتقول لي تنى العرش راه وننا بس كان انا شعل حلدك. بالك شيخ هذه على زعفان السمانه اللي فاتت احنا درناها قصره هو زعف علينا كان يدوش صوروا بلال زعف علينا وذوك وحاب يديميسيوني وما على بالوش فضيل بلي انا اللي درت الفيديو درتها في انستغرام بارطاجيتها. ماشي هو خاطئ. انت راهي لحقت كونزوكاسيون نحكي انا العليا راحت عليك. او يما سمعت شكايه بيا. لا لا بلال صابيله هذه كشفوها يا لا هضروا لك عليها فوزي. لا لا هضروا لك عليها. ها هضروا لك عليها برا. لا 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 غير هضروا لي عليها. ما انت وسوسه هنايا. لا صاي اوه صدي فزا وين كنت وين كنت عندك زين ستك كنت في الحراش. قول الحمد لله على سلامتك. كنت في الحراش. ايه كنت راس اللوديا. لوديا وش فيها وش فيها؟ شاد دي كاردونات؟ تقولها شاكيرة في الأسفل. تقولها شاكيرة وي. يا خيط صحنا هذاك اللي تهلاو فيه. شكون؟ شي سعودي. تهلاو فيه؟ تهلاو فيك صح؟ تهلاو فيه لا.
وصيت عليك تلا فيا بلو بيابا انا وصيت عليك قول والله والله انا قلت له لي ودي سعودي شريكي حتى الله وصيك وتعرشوا انت ما عجبكش الحال سير كي راح انا يعرفوني قعدت لنا وين وفرحت كي خرج فرحت والله بصح ما وراوكش كي دخلت نهدو انت يوروني انا زاد كي بغا يدوي وش عندك انت عمر وسي المدرسه عمر في المدينه والله في المدينه انا ما يورونيش اه صح خلاص انت يوريوك برك في كيما وراك ماشي وحشتهم والله شكون شحال ديت الحك ديديكاس ليهم الناس اللي راهم في السجن ربي يطلق سراحهم ان شاء الله ان شاء الله يا سير ان شاء الله هي طارق وسي جيت عليهم وش يقول الله راه هضرنا مقبل ما هضرناش عليك وانا نستناو فيك تجي اصطاد معمر بالثلج ما قدرناش نحيو الثلج منه ما فهمتش انا قال لي قال لك اصطاد معمر بالثلج ما قدرناش نحيو يرعونه انت ديت على راه شخصي شي انا انا ما فهمتش نتمنى نون بيتي شي واحد بيقول لك بلي ما عندناش مين بالي موايا باش نحيو الثلج في التيران ودي درنا درك ديا صافي تيتي زواه خاوم صباح ويدير شعرو هكذا واش بيك قلت لك ما قلتليش احنا نتاشا حط عليك انا شريكي وناطير الشعر انا ماشي شباب على بالي بروحي عندك نينيو نينيو مسرار اه مسرار بوبيل مسرار قمبر خلاص سي بون انا قصرناك واش ليك احكي له على السطاد اللي ما قدروش ينحوا الثلج اش تحكي له انا تما لو كان جينا نلعبوا مهندس خلات ها دون دي صدام الله اجركم والله ما راح نكون كنتو ناس مليح اه زيد راح هضرنا على السوجي تاع الدوباج عاودوا شاك فوا يدوبي ولي جوار كلامك خرج قلت بلي جوار الجيريا لازم يدوبي باش يلعب ما شكتش على الضو لا خطيني انا لا خطيني كتسوله واش نقول لك شريكي ما يحدوش رجال صح الله يرضى والله ما يحدو رجال والله ما يحدو رجال عرفوني انا هضر ما تخافش هضر هذا واش تحب شك ترجعني عليه نو ماهوش يشرع عليه هو يقول على موسوني انا هو يقول على نوسوني تاني توتي خاطئ ندوبي انا دي طار لك شعر على الدوباج يطير شعر وي بيان سير مثلا الله كان يلعب غير كان يتيرك انت والبال انا ثاني اقترح سلوسي يد اللي بوتيت ماركي ترد عليك وتي جد قتلو نحلوهاش والله شيخ قالوا لي كي تجي تاير دير تشكا كون انا تشكا خاص ندير انا تش بوتي صاي سيب خلاص اسمع الشيخ راه كيما انتم في القبه على بالك واش الشيخ كنكوز روحك انا استعدت ساكت واش بيه واش قال لك اك تكونسونتري الشيخ شكون هو يهضر ولا لا نسمع فيه تحكم الريح هو قال لك تحكم الريح ما تقدرش تحكم الريح بيتيتي ها شريكي كرون ترينر هذا غير صار عليك لي زونار شوانيه قول والله صار عليك عيق المسكين عاقل صح وراه قدامكم على بالك هو قدام جاردن ديسي قدامكم ها وين طلع عليهم انت الفاود جاردن ديسي طلع عليه كي يكون يدرب اه واش نسوني وين سميتو زرت حتى تشكر راسك تايا كنا درنا الناس على تخر روحك صاي ياك صاحبك موسوني اسمع اي حد يزيد عليا لا البريكي وفي الجيب دوك شعل فيك النار يا ريا عباك شعلك انت يلهب تبدا بشغل اجاكس موسوني راسك تعرفني كي تكريفه موسوني غرارة موسوني صاي شنتو والله شفتي عجز على وجهك والله هي طارق قمت جد يدك صاي اسمع قمت جتاعي بيتيتي قمت جتاعي المهم انا صاحي بيتيتي خلاص بيتيتي بيتيتي المهم انا لا وين ما قدرت يا طارق رحت يا المهم انا ماشي مدود كما انت خسر عليك دود قال لك تنسى واش قال لي قال لي دود لا لا او شو ولا طارق تعرفني تعرفوا كاع ما دير والو نزيد نوريكم فيديو واحد اخرى يا اخ دائما يقول لي انا والله نزيد انا قصر يقول هو يقول سي دون هاك مركت 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 نعم مركت شاهر خوري ها راجل وري واش يقول لكم يقول لكم دائما يقول لكم بلي انا ماشي حلاب وانا ما على باليش بنسى خليونا نشوفوا هذا لا فيديو معكم وعلى هذه خليونا نشوفوا لا فيديو يمكن عندي شرف نطلع معاك في خشبات المسرح
بيتيتي اسمح لي قتلتني ليها قلت لك تاني تحلل بيتيتي ايه باسكو انت شاده سي توخ سازالا على دا قلت لك بيتيتي يا صديق لي شحال عشرة عشرة وانا وياها غادي تدني طلعت خمس دقائق ما زيدش نطلع معاه افيغي انت اللي تكون معاه ايه ديك هي اسمح لي بيتيتي اكيد سالا زيني يا سي لا لا سيد تهضر دوكا قلت لك فينا راك علاه زيد خلط في القمجة ولا في الكرافات صافي ماركيتو ما ماركيتو والو كان صغير ما كانش لابس حتى حاجة واش مسوني واه واش عندك زوج سيد الله غطت لك راسك هيا ننا تطلقني عليه يخدع فودي لا قولوا يخدع بدماغه هيا ننا هيا بيتيتي لك تراجع لا يخرج انا نشتيك انا نشتيك بيتيتي صاي بيتيتي انت دقت لك ورا الفيديو تاعك صح هكذا باش ما تجيش تخلط فيا نور راك انا كنت عريان بك ما تجيش تخلط فيا انا نقول اسمح لي سمعت انا تحدوش واحد عاقل ياك خلاص ريح عاقل قادر تكون دوزت حوايج ريح عاقل ريح عاقل نروحوا للربريك الجايه مشاهدينا يقعد معنا نشوفوا اذا كان يربح اليوم ولا نحوزه صوتي تلعبنايا لا لا تلعب مع مع موسوني راه وحده اليوم راه وحده روحوا مشاهدينا لفقره الكويز فقره شكون هذا اسئله دائما لضيوفنا ونشوفوا قدرتهم في الثقافه العامه الكرويه دائما نروحوا بعد الجينكر ونعود نقول إذن مشاهدينا وصلنا لفقرة الكويز بعد فترة رائعة لبيتشيتشي نروحوا للأسئلة ضيوفنا راح يكونوا أسئلة ثقافة عامة أعطيكم سؤال لكم وسؤال لبيتشيتشي